في ضيوف جم بره يا ابو هبه. خليهم يتفضلوا واعمل لنا قهوه نظبط دماغنا. يلا مش اتفضلوا. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضلي يا حاج رمضان. تعالى يا وليد. قالوا نورتونا. اهلا بك. يزيد فضلك يا حبيبتي. اتفضلي يا حاج رمضان. اهلا وسهلا. تعالى يا وليد. اهلا وسهلا. نورتونا. اه يا جسمي يعني. مين ده؟ ده ناجي جوزي ابو هبه. اه ده اللي عايز فنجان قهوه عشان يظبط دماغه. ايوه اهو. بس القهوه مش هتعمل له حاجه، ده عايز مستشفى. اه اهلا وسهلا نورتونا. يا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا وليد. اه جسمي كله بينقح عليا. ايه اللي حصل؟ ما انا شفتك امبارح يا عمي كنت كويس. اه يا حبيبي امبارح كان عنده تصوير مشهد وبعدين بينط من العماره بدل استاذ احمد السقا، قام بدل ما ينط من العماره قام نطت في المنور، وده حصل اللي حصل بقى. نطيتها في ثلاث اربع افلام. حصل يا وليه؟ يا حبيبي حصل، بس رايح شويه عشان انت عيان. اه بموت. لو حضرتك تعبان يعني احنا ممكن ناجل ونيجي لحضرتك بعد ما تموت، قصدي يعني بعد ما تبقى تمام ان شاء الله. ما هو يا حاج رمضان المشهد اللي جاي المفروض ان هو ينط في النيل، فاحنا مش ضامنين اذا كان هيطلع من النيل ولا مش هيطلع. انا كويس يا حاج رمضان. الحمد لله. تشكرين يا ابن على الورده. مش انت العريس برضه؟ اه يا عم انا العريس، ده بابا الحاج رمضان ودي امي. يا حبيبي ايوه نورتونا انت وباباك ومامتك. اهلا بيك. فعلا يا حاج. تصدق يا وليد احمد السقا من امبارح ما اتصلش بيا ولا مره يطمن عليا. تالت مره اقول له استاذ احمد السقا اكلمك وانت كان مغمى عليك. تالت مره. بيتصل بيا كل ساعه. حصل. راجل محترم محترم يعني. هتقول حاجه بقى بابا. لا هو من جهه محترم، هو محترم كل الناس عارف احمد السقا. لا اتكلم بقى مش كده. اتكلم اقول ايه يا راجل؟ انت بقى واطلب ايد البنت. طيب حاضر. شوف يا استاذ ناجي. يا عظمك يا ناجي. انا شايف ان مش وقته خالص بصراحه. اتكلم واخلص. يا استاذ ناجي احنا جايين وطالبين. احنا موافقين يا حاج رمضان. الف مبروك. الف مبروك. راجل متلكك يا شعبان. هو وافق بسرعه كده ليه؟ انا بقول يعني احنا نستنى شويه لحد ما حضرتك كده تشد حيلك يعني ونبقى نجيلك مره ثانيه. وعلى ايه التاجيل يا حبيبتي؟ خير البر عاجله. وبعدين هو كويس الحمد لله. الحمد لله هو كويس. انا كويس. يلا مو بقى ما احنا نخلص الوقت. ايوه يعني هنعمل ايه؟ ما تقرا الفاتحه يا عمي. نقرا الفاتحه. يلا بسم الله. ولا الضالين. مبروك يا حبيبي. خلصوها بسرعه كده ليه؟ مش تستنونا؟ ما الف مبروك الف مبروك الف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا حاج رمضان. مبروك يا وليد. الف مبروك. نورتونا والله. والف الف مبروك. بعت نجيبوا الشربات. مبروك يا وليد. مبروك. الف الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك وتقوم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. الله يسلمك.